بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الرحمة وشفيع الأمة سيدي ومولاي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأبي أنت وأم يا سيدي يا رسول الله. اليوم نتكلم عن نوع من أنواع السحر لا يعرفه حتى كثير من المشايخ، حتى كثير من المشايخ لا يعرفونه. والمصيبة أولا اسمه اسم هذا النوع من السحر اسمه الوفق، اسمه الوفق، وموجود عند السنة والشيعة، وموجود أكثر ما هو موجود عند الصوفيين والزهاد، موجود بالدرجة الأولى عند الصوفيين والزهاد من السنة والشيعة، وليس موجود ب ب ب ب ب ب ب وغير موجود بالدول الأخرى يعني بالعالم، موجود فقط عند المسلمين بالدرجة الأولى، وغير موجود عند اليهود، وغير موجود عند النصارى، موجود فقط عند أهل السنة وأهل الشيعة وعند الشيعة. واسمه الوفق، موجود عند السنة وعند الشيعة بالدرجة الأولى، وهم الذين اخترعوه. ثلاثة، الذي يقوم بالوفق يصلي ويصوم ويزكي ويظهر أمام الناس، بل يظن نفسه أنه شيخ، هو يظن نفسه أنه شيخ وأنه لا يرتكب حرام، وهنا الخطورة. الذي يكتب الوفق يظن نفسه أنه ليس ساحر، لا يظن أنه ساحر، يظن نفسه بأنه شيخ وأنه ورع وأنه زاهد وأن الله بيحبه، بالعكس الله يبغضه بغضا شديدا، وسأشرح ذلك. ثالثا، الوفق من أضعف أنواع السحر. خامسا، الوفق القوي موجود، حصل قوي جدا، نادر جدا، وموجود بالدرجة الأولى عند قلة قليلة في باكستان، عند قلة قليلة في باكستان من علماء الشيعة، يعني مش العلماء، الزهاد الشيعة، وخصوصا في باكستان. هذا الوفق له أنواع. النوع الأول يدعى للخير. كيف للخير؟ المصيبة أنه يقرأ أن صاحبه الذي يشتغل فيه يظن أنه حلال وأنه الله يحبه وأنه يشتغل في الخير. ليش؟ لأنه لما يستخدمه بالحالات التالية، أنواعه، يستخدمه ضد عدو، يعتبر أن من يفعل أنه يفعل هذا ضد عدو وليس ضد، أنت عرفت شلون؟ يعني يقول هذا عدو وجائز، هو يفسره هكذا. اثنين، أكثر ما يستخدم للرزق لجلب الزبائن والتقريب بين القلوب، والتقريب بين القلوب بين عاشق وعشيقته، بين حبيب وحبيبته، بين زوجة وزوجها، بين ولد وأمه، وإلى آخره مثل هذه الأشياء. خليني نتابع الموضوع. هل هذا السحر قوي؟ حقيقة أن هذا السحر من أضعف أنواع السحر، وفاعله هو تافه، وسحره تافه، لا يفيد، يعني فائدته تافه قليلة، وإن أفاد الساحر الطالب السحر ففائدته قليلة، عدة أيام فقط، يعني ليس بشيء. ولكن المشكلة فيه أنه شيئين. الشيء الأول أن الذي يشتغل فيه يظن نفسه أن الله يحبه وأنه يعمل الخير وأنه زاهد صوفي ورع قريب من الله، ها، والناس تقرأ هذا الرجل على أنه كذلك. اثنين أنه هذا الذي يفعل هذا الشيء يفعله للناس على أساس أنه رقية. يعني لما امرأة تأتي إلى هذا الشيخ، هو شيخ
ويقول أنه شيخ ولا يقول أنه ساحر، والناس تقول أنه شيخ. هاي المصيبة، المصيبة أنه يظهر على أنه شيخ، والناس الذي يأتون إليه على أساس ماذا؟ على أساس شيخ، لا يأتون عليه على أساس أنه ساحر، لا. ولذلك من يأتيه؟ يأتيه المؤمنين، انت عرفتوا، لا يأتيه الكفار، يأتيه المؤمنين. لماذا؟ لأنه يظهر أنه شيخ، هو عامل نفسه شيخ وأنه بيكتب رقية، ولكن الحقيقة أنها ليست برقية بل سحر، وفاعلها أنا كإنسان مسلم، كإنسان للعوام، أقول بأنه ساحر من الدرجة بل أشد كفرا من الساحر. لماذا؟ لأنه يظهر على أنه شيخ، يظهر على أنه شيخ متملك، كافر ملعون، هذا نجس ما يخاف الله، يلبس عمامة هو ساحر، ويهم نفسه أن الله يحبه والله يبغضه، فهو شديد الجهل. كيف يتم عمله؟ كيف يعمله؟ لو دخلنا، لو مشينا بالأسواق، بالأسواق، ودخلنا محلات الباكستانيين، تجار الكبار الباكستانيين، لو وجدنا عندهم ورقة، ورقة عليها كتابة ومربعات، مستطيل فيه مربعات وفيه أرقام وفيه حروف، فما هذا الأمر؟ أنا أعطيكم أمثلة. هذه الورقة اسمها عند الباكستانيين ولا يبوحون بها، لا يقولونها، موجودة فقط عند الشيعة في باكستان، اسمها الوفق الكربلائي، اسمها الوفق الكربلائي، نسبة إلى كربلاء التي يحج إليها أهل الشيعة. ومنه نوع خطير جدا اسمه الوفق الكربلائي المسدس، لأنه كيف مسدس؟ سأشرح. لما ندخل حانوت واحد أو محل باكستاني، ليس كل باكستاني، بعضهم، تجدهم يعلقون ورقة، أو موجود بالدرج معاهم ورقة، أو يخبونها بجيبهم، أو موجودة بالمحل مدسوسة بمكان، مكتوب عليها مربعات ومكتوب عليها كلمات من القرآن. كيف يفعلون الوفق؟ الوفق يأتون إلى الشخص ويقولون: ما هو اسمك؟ اسمك؟ يقول: اسمي محمد، اسمي علي، اسمي حسين، اسمي إياد، اسمي نواف. فيأخذون اسمه، ويأخذون عدد حروف اسمه، ويأخذون عدد حروف اسم أمه، فيقابلونها. كيف يقابلون؟ عندهم أبجد هوز حطي كلمة باللغة العربية، فالألف واحد، باء أبجد، باء اثنين، جيم ثلاثة، وهكذا، بس يصيروا عشرة يقولون عشرين، ثلاثين، بصير الحروف اللي بعدها 30 40 50 60 70 80 90 100، بعد الحرف اللي بعده بصيروا 1000، بعدين الحرف اللي بعده 2000 3، وهكذا صاروا 10000، بصيروا يقولوا لك مليون، مليونين، ثلاث، انت عرفتوا كيف؟ هكذا يحسبون، ويقسمونها على عدد حروف الاسم المطلوب وامه. فالناتج الذي ينتج يقسمونه، مثلا أول رقمين هو برج الطالب، الرقمين اللي بعدهم برج العدو، الرقمين اللي بعده الساحر السفلي، كم يوم لازم يصوم له، يومين اللي الرقمين اللي بعدهم، مثلا اسم نوع البخور، إذا كان رقم ثلاثة، إذا كان أربعة مثلا زعفران، إذا خمسة حلتيت، إذا ستة مرة، إذا سبعة عصفر، إذا ثمانية رصاص، إذا إلى آخره، هكذا يصنفون. أنا لا أعلم، أنا أشرح لكم الطريقة، لأن أصلا سحر تافه، ما منه فائدة، ولكن لنبين شدة كفر هذا الذي يفعله، لنبين شدة كفره، نعرف المسلمين بهذا النوع، لأنه يذهبون إليه على أساس أنه شيخ، وهو ساحر ابن حرام ما يخاف الله، مجرم،
والمصيبة أن أغلب هؤلاء يرثون هذا الأمر عن آبائهم. يعني ليش أنا قلت ابن حرام مستغفر العظيم؟ ليس أنا من العوام، يعني قصدنا عندنا ابن حرام يعني مجرم، وليس ابن حرام يعني أم جيب معاذ الله. أنا لا أشاهد، لا أتكلم بسوء عن أحد، لكن أنا من العوام، يعني أتكلم بلهجة العوام بعض الأمور لأنه هذا يغضبني جدا. فلما تدخل باكستاني وتجد عنده الورقة، يأتون ثم يضعون هذه الأرقام داخل مربعات، ثم يأتون بكلمات من القرآن، كل كلمات التي وردت تخص الرزق بالقرآن يضعونها بمربعات حوالي هذه الحروف، ثم يذهبون ويصوم هذا الشيخ اللي هو شيخ ويظهر على أنه شيخ ويدعي أنه شيخ وهو شيخ وهو مقتنع أنه شيخ، هاي المصيبة. فيذهب مثلا البخور مثلا عنزروت أو البخور حلتيت أو البخور كذا أو البخور عظم فار أو براز فار، هكذا مقسمة أقسام. أنا لا أريد أن أبوح بي، أنا أعلمكم السحر حمعاذ الله، أنا أشرح لي نعرف حرمة هذا الشيء وعظيم جرم من يفعل هذا الأمر، أو أي حرمة تروح تشتغله وتخاف الله. فمثلا طلع معه أنه يحتاج هذا الجني أنه صوم له 6 أيام، فماذا يفعل هذا 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 الذي يدعي أنه شيخ؟ يذهب إلى البر أو إلى غرفة ويأمر زوجته أن لا تأتي إليه، فيجلس لا يأكل ولا يشرب أي شيء نزل من دم. يعني مثلا إذا جابوا له دجاج يأكل؟ لا. إذا جابوا له بيض يأكل؟ لا. إذا جابوا له لحمة يأكل؟ لا. لازم يكون نباتات، أي شيء مش لم ينزل من لحم ودم يأكله، وخلاف ذلك ممنوع. يأكل عدس، يأكل فول، يأكل حمص، يأكل زيت الزيتون. إذا جبت الزبدة ما يأكلها، لماذا؟ لأنها من حيوان. عرفتوا شو القصة؟ فيبقى مدة الصيام بدون أكل ولا يأكل كثير، لا يأكل وجبة واحدة. كيف؟ لأنه يصوم طول النهار إلى العشاء أو إلى المغرب، ويفطر بالأكل هذا الذي لا يقويه حتى يصير يدوخ، ما عاد يقدر يشوفه، فيصير يتخيل الجن، يصير يتخيل هذا الجن، يتخيله ويصير يشوفه ويصير يتكلم معه، ويبخر طول النهار هو صايم، رغم أن البخور كثير من المشايخ قالوا أنه يفطر. لماذا؟ لأن البخور له جرم، له جرم، له حجم ويدخل. يعني في مشايخ كثير يقولون إذا شميت البخور تفطر، وتأكدوا، أنا لا أفتي، لكن بعض المشايخ، ويظل يبخر طول النهار والليل من هذا البخور الذي وقع عليه رقم الطالب والمطلوب، حتى يصير أبدا يصير يشوف العالم الآخر، عالم الجن. وهناك أدعية لكل هذه أدعية خاصة لكل منازل للحروف، مثلا طلع معه رقم 6 يجب أن يقول الدعاء الفلان، إذا رقم طلع 17 يجب أن يقول الدعاء الفلان، هل عرفته؟ وكلها توسل للجن أن يأتي ويحضر ويخدم ويخدم، حتى يصير يرى يتراءى له أطياف الجن، يصير يشوف كأنه هو ما يشوف 100%، لا يصير يتراءى له ويحس فيهم ويشعر فيهم، لأنه يدخل بعالمهم، يدخل بعد الصيام وبعد النذور، وقد يطلب منه اللي وقد هو يتوهم أو يرى أن هذا يريد منه أن يذبح دجاجة يقطع رأسه وليس بالسكين، وأن يأخذ دمها ويكتب بها قرآن أو كذا، أو يأخذ كفريات شديدة جدا. هذه هي الطريقة، وهو من أرخص أنواع السحر وأتفه أنواع السحر. وأنا لم أقصد هذا الأمر من شرحي للوفق، ولكن أريد أن أقول، ولأن أكثر الذين يستخدمون يمشون في هذا الأمر هم النساء، لذلك أريد أن أقول لك يا أختي الكريمة واحد بأن هذا السحر تافه،
تافه وضعيف، ولا لأنه حتى الجن لا يخدمه، لأنه يجب هذا الساحر أن يبقى يبخر كل يوم ليرضى الجني، وهو ما هو فاضي لك يظل كل يوم يبخر لك ويذبح لك انذور، هو يريد الفلوس تزبط أمورك يومين ثلاثة وبعدين طز ما يسأل فيك، عرفتي؟ ولذلك يضحك عليك. فهذا الوفق، وهو ويطلق عليه اسم الحجاب. كيف حجاب؟ يعملوه بخمس مسدس، وأخطره المسدس طبعا، وموجود جدا جدا بمصر، وهو سحر كاذب فاشل حقير ما منه فايدة، يضحكون على الناس ويأخذون فلوسهم والناس تطبل وتزمر ترى، وهم ليس مشايخ بل سحرة من الدرجة الأولى ومجرمين، ويجب تنفيذ الحكم الشرعي فورا بهم. نتابع. في منه قوي جدا، قوي جدا، لأنه من يقوم به وصل إلى درجات عليا من مخاطبة الجن، وهم يمكن بالدول العربية كلها يمكن تجد خمسة ولا ستة، والباقي كذابين نصابين ترى يضحكون عليكم. والأقوى من يفعل هذا هم في باكستان، وقلة قليلة جدا، وهم من الشيعة الذين دخلوا العالم الجن، دخلوه إلى حد كبير، إلى حد كبير، ولكنه على الرغم من قوته لا يدوم. لماذا؟ لأنه يجب أن يتابع البخور والنذور للجني. ما حاجة فاضي لك يا حبيبة أمك، ما حاجة فاضي لك، هو يومين ثلاثة يبخر لك ويزبط لك، والجن يقول حاضر يا باشا، وبعدين يقول يلا برا أنا فاضي لك. هذا الحجبة وما حجاب ترى كيف يضحك عليك. أنا يقول لك أنا قلت هذا لأبين للمسلمات خاصة النساء بأن هذا ليس شيخ بل ساحر وشديد الكفر. اثنين، بأن سحره تافه حقير لا يفيدك بشيء. لا تتعب حالك إذا مصر على الكفر، ترى يضحك عليك، هذا ما يفيدك بشيء، ارجع على بيتك خذ فلوسك احسن لك. اسمعي نصيحة أبو عبد العزيز. ثالثا، أن كثيرا من المشايخ لا يعرفون ما الوفق، ولذلك شرحته ليعرفوا. في كثير من المشايخ لا يعرفون ما الوفق، سحر سحر، ظن منهم أن السحر نوع واحد. السحر أنواع كثيرة جدا، أنواع كثيرة جدا، وهناك نوع بالرصاص وستتكلم عنه في حلقة أخرى، وهذا عظيم خطير جدا وفظيع فظيع، وأنا رأيت بعيني وهو متأثير فوري. ابن هرمة مجرم مجرم، ولكن الذين يفعلونه قلة قليلة جدا على مستوى العالم، وأغلبهم موجودون، سنتكلم عنه في حلقة أخرى. انتابع على الوفق. الوفق تيجيكي امرأة من الجارات تقولي تخبري أو بإخبارك، تقولي شوفي شو معك خبر، اليوم رحت على الشيخ أبو محمد، يقول لك أيوة، أو أبو حسين أو أبو علي، أيوة، يقول والله كتبت عنده حجاب. شيخ، تقول الشيخ أو الملة، ترى هذا ليس شيخ، هذا كافر ساحر. لماذا؟ يتعامل مع الجن، مدام يتعامل مع الجن خلاص ساحر، حد الساحر ضربة بالسيف تطيحه برأسه. أولا أنت مشيتي بكفر، ثانيا هو جاهل، رحت على جاهل، جاهل لأنه يحيد الله ويلتجئ إلى الجن، وسبق وتكلمنا عنه. ثلاثة، سحره لا يفيدك بشيء، كذب، هم يومين ثلاث بس يوقف البخور ووقف النذور لهذا الجني، الجني يشوط برجله، يقول له الجني طج يلا شوفي ها تفرجي، طج يلا برا، عرفتي؟ فترى لا تروحي وتخسر فلوسك، أي واحد يعمل جن لا تتعبي حالك، اجلس ببيتك وكسبي واكسب صلاتك وقراءتك للقرآن، واتقي الله واتقي ربك، ترى هذا ما يفيدك بشيء والله، لا بدنيا ولا بقبر ولا بآخرة. وكل إنسان يمشي بالسحر سيعيش بوهم وتعب ومرض ووهن، لأن القرآن أخبرنا اللي بيمشي وراء الجن
يصيب الوهن والضعف والهم والغم والذل. فأختي الكريمة، أي واحد يقول أنا شيخ ويكتب حجاب، ترى هذا ليس شيخ، هذا ساحر ابن حرام مجرم، ديري بالك احذري، إياك تروح إلى عنده، هذا ليس بشيخ. الشيخ معروف، الشيوخ معروفين، الشيخ إذا قرأ على إذا رقاكي يقرأ بصوت عالي ومن القرآن، يدعو بأدعية نبوية من الرسول ومثبتة وصحيحة وليس ضعيفة أو موضوعة أو لا، يقرأ من القرآن وبصوت عالي. بعدين الشيخ الحقيقي ما يجلس مع الحريم، لا، وإذا جلس يقول له تعالي جيبي أبوك وأخوتك، جيبي أهلك، وبعدين لا ينظر إليك بس يأشر عليك، هذا الشيخ. وبعدين مرخص من الدولة، وبعدين معروف شيخ، مش لحية معارة وعامل نفسه شيخ ويكتبه سحار. بهذا الأمر نكون عرفنا الوفق وشرحناه، وعرفنا المسلمين والمسلمات بشره وشر فاعله، وأن فاعله ساحر شديد الكفر. لماذا؟ لأنه يظهر عند المسلم، هو المصيبة يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق، ومنهم أنا سوري، بسوري رأيت منهم يجلسوا يعملون يوم الجمعة على المنابر عند يخطبون خطبة الجمعة. أنا رأيت بسوريا منهم ناس يخطبون بسوريا على المنابر خطبة الجمعة، هو سحار سحار. مصر أنا بإحدى صفحات فيسبوك وجدت واحد سحار منهم عامل مسجل خطبة يلقيها بأحد المساجد ويقول أنه خطب في جمع غفير من المسلمين، هو سحار سحار سحار. فأنت فني عريم تروح أن تكسب النار، تفكر حالك أن تمشي بخير، ترى هذا كتاب الحجبة، ترى هذا سحار اللي يكتب الحجبة، ترى سحار. إياك أنت ورطن حالك. في مشايخ مرخصين من الدولة، في رقي شرعية معروفة، في آيات كذا، في سدر، في أدوية، في أغذية، في شيء موجود شرعي متكلم فيه وواضح مبين وفي فتاوى. خلاف ذلك بعد عن الشر وغنيله، بعد عن السحر وغنيله، بلاش منه. أبو عبد العزيز كان معكم، ما أردت إلا خيرا وما قلت إلا خيرا، وأشهد الله على ما قلت وأقول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. بأبي وأمي أنت يا سيدي يا حبيبي يا نور عيوني يا رسول الله. الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين، هذا المكسب. مسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ترى يا بنت اسمعي يا أختي الكريمة، كل أمر المؤمن خير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كل أمر المؤمن خير، اصبري وصابري خير من الذهاب إلى هؤلاء الكفار. السلام عليكم.